أصبح هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه حديث العديد من الشباب العراقي في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا نتحدث عن ملعب كركوك ومرافقه الرياضية التي تباع أرضه للمستثمرين، حالها كحال المدارس وغيرها من الأماكن التي أحيلت للاستثمار وحتى يبنى مكانها مجمعات تجارية بحسب نشطاء عراقيين. مع الأسف يا أخوان، مع الأسف على هيئة إدارية قبلت بمصير هذا النادي اللي من سنة 80ات والتسعينات ما قدرت تستملك الأرض مال هذا النادي، ما يتم فقط بأكل الأموال وأخذ الرواتب. مع الأسف إلى أن حل مصير هذا النادي اللي كان في فترة من الفترات يخرج نجوم وأجيال بعد أجيال. مع الأسف شوف هذا الناس الأجيال هاي وين راح تروح؟ هاي مسألة اللي كانت من ضباط ومراتب ويقضون وقتهم فراغهم بالرياضة. هذا المسبح طبعا صار له 3 سنوات من انشئ من تبلش الساحة الخماسية، وهذا الملعب اللي لعب به نجوم العراق من حسين سعيد وفلاح حسن وعدنان الرجال والقبلهم والبعدهم، وهاي المدرجات اللي ياما قعدنا وباوعنا على الطوبة. مع الأسف ما نقدرش نحكي.